في سجل بطولات الكرة المصرية. ادي انطلاقة ايبوكا، هيلم الجوه، خطرة اجولا وبيلعبها، خطورة، جول جوه، جول جول، جون ايبوكا. يستغرق 13 دقيقة فقط سيراميكا كليوباترا اللي توقعنا ان يكون مبادر بالتهديف. صديق جولا في مساحة خلف زولا وبيلعبها، وجون ايبوكا يحرز اول اهداف اللقاء. 1-0 سيراميكا كليوباترا على طلاع الجيش. هنشوف بقى ماتش احلى واحلى، لان طلاع الجيش كان بيهاجم وكان فاتح خطوطه مع سيراميكا اللي اقوى خط هجوم في دوري نايل، وبيكمل. بص الكرة حلوة بيلعبها صديق ايجولا، وايبوكا واخد مكان، عدت من الكل، وبيحاول معاه فريد شوقي وحش الشاشة. بس فين انت؟ معاك بقى وحش من جديد، قاطرة بشرية، هي ايبوكا يضعها على طول بيمناه على شمال محمد شعبان. اول اهداف اللقاء. رتم الاداء سريع وبعدين يهدى تاني، لكن لازم يكمل الضغط في ما تبقى من دقائق الشوط الاول. ودي لعبه حلوه، وادي زولا ممكن يلعبها حلوه، جودوين بتعدي، ممكن يسدد كريم طارق، حلوه حلوه حلوه، جول جوه، جول كريم طارق. يا سلام، في الدقيقه 43 يستطيع طلاع الجيش العوده في احداث اللقاء ويرجعنا تاني لنتيجه التعادل. حلوه، قلت طلاع الجيش لا يستسلم ولن يستسلم ابدا، بيلعبها حلوه قويه وبتعدي على طول، بيوقفها على صدره وبيقذفها من كريم طارق، تسكن شباك بسام وسيراميكا كليوباترا. هدف جميل، هدف حلو، من كان كريما في هذا الهدف. بص الكره واقف لوحده خالص، توقيفه بقى على صدره وبص وشاط وقويه. فين صاروخ من كريم طارق؟ تسكن شباك سيراميكا كليوباترا، هدف التعادل. يا سلام على الماتش الحلو، ويا سلام على الهدف الجميل، تسديدة قوية جدا بيسرى، ايه يا سلام حكاية. بص الكرة، هاني على طول بيلعبها، وبص زولا بيبص كويس، عدت الكل، وعلى طول كريم طارق توقيفة وقدم يسرى ما تعرفش اي حد الا الشباك. يا سلام يا كريم يا طارق. 1-1 جدا هجوميا، وقلنا انهم تالت اقوى خط هجوم في دوري نايل. نادي الاهلي اقوى خط هجوم، يعني نادي بيراميدز، ثم نادي الزمالك وسيراميكا نفس رصيد الاهداف. وادي لعبه حلوه، وتوني ورايحه جول، يا بيلعبها محمد توني. التبديل اللي نازل تبديل متميز جدا، وبيلعبها بيسراه قويه جدا، بتعدي وتروح، تسكن شباك محمد شعبان. يستغل تماما النقص العددي، لان الغمزه اللي اتعملت دي على طول ودت توني كانه في مواجهه معاك يا شعبان، وحطها قويه بالقدم اليسرى. ايه الحكايه؟ هدفين بالقدم اليسرى في الزاويه اليسرى لمحمد شعبان. يا توني لسه نازل وبيلعبها حلو. بص الكوره، بص بقى الغمزه دي، بص هذا اللاعب صدق جولا. يا سلام، بص بيلعبها، وتوني قويه رايحه فين؟ صعبه يا شعبان. الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا، المدافع عن لقبه، لكن على طول بيلعبها حلوه. بص الغمزه حلوه، لعيب عالي قوي صدق ايجولا، ومحمد توني اللي كان في اليمين جه في الشمال عشان يسدد واحده قويه. الهدف الثاني، تصبح النتيجه 2-1 لسيراميكا كليوباترا. يا على كره القدم، طرد زولا اعتقد مؤثر. ده اللقاء السادس في كاس الرابطه، هنا وهنا هيفتح الملعب في مساحات. متعب بيحاول، لكن يعدي منه قندوسي، عدى خطره جدا، وبيلعبها وتخبط وتروح، ولسه فيها خطوره، لسه بيلعبها، ولسه جول جوه، جول على طول بالحاج، لسه فيها خطوره. انا لسه بقول سيراميكا ممكن يزود تاني حصيله اهدافه لو ضغط، وممكن الجيش يتعادل. كان سيراميكا اكتر حظوظا ان هو يلعب كره قويه جدا تيجي من العارضة، تعاطفت معاك يا شعبان في الأولى ولم تتعاطف في الثانية، تركتك وحيدا يا محمد يا شعبان. آدي الكرة وعلى طول أحمر، يزداد الموقف تعقيدا. بص متعب، لكن على طول قندوسي، وبيلعبها حلوة جدا، تخبط وتروح في العارضة. بص إيجولا على طول عمل أسيست، يعني هذا اللاعب 3 أسيست. صديق إيجولا عمل الثلاث أهداف كلهم بأسيست من نفس اللاعب، من افضل لاعبي
المباراة قوية جدا بيلعبها كندوسي والمتميز في التسديدات اهو. بص بيلعبها تخبط في دياب وعارضة محمد شعبان، ترجع من جديد صديق اجولا وبيلعبها وايه وهو قال لها روحي بقوة بقوة، بيلعبها رايحة ايه منتهى القوة رايحة في الجول ولا شط البسبول.